برج بوريج معنا الملاكم بطل العالمي جمال دحو اللي راح يعطينا كلمه على الجمهور ولايه برج بوريج. تفضل. يعني بدايه نشكركم على التواجد تاعكم في فندق بني حماد. بما يخص الجمهور يعني البرايجي والجمهور الجزائري خاصه البرايجي يعني نشكره كامل الشكر على التواجد تاعو في هذيك في لاصال يعني اياغ يعني كانت سال ارشي كومبل. يعني صراحه انا ما كنت نقارع تواجد غفير من قبل المناصرين يعني اللي يحبوا جمال دحو وحبوا أن الرايه الوطنيه ترفع. الحمد لله احنا كامل ساهمنا في هذا التتويج، ما جابش غير جمال دحو، جبناه كامل اون طوك سبونسور اون طوك بوبليك اون طوك بوكسور اي تيم دحو. الحمد لله كانت الفوز بضرب القاضيه سيتي ان كاورود وطاب في البريمير راوند، شرفنا الجزائر وان تو تريفي فلاجيري. بارك الله. تحية لمسيو سيستاما. السلام عليكم. معنا اليوم الملاكمات اللي تلاكموا لعبوا بعضهم البارح مباشره من ولايه برج بوريج، راح يقولنا واش رايهم في التنظيم وسيرتو في الجمهور تاع ولايه برج بوريج البارح. السلام عليكم. يعني كانت تنظيم يعني في المستوى، يعني ماشي غير في المستوى اكثر من المستوى، وما من الشعب يعني كيما نقولوا الله يبارك خلا كيما نقولوا يحفزنا نديروا باش حوايج تاع الصح، بطوله وطنيه وعالميه نديروها في برج بوريج باسكو الشعب هو الصح، انه هو اللي يعطيك كيما نقولوا قيمتك ويحسك بلي كدير في حوايج. يعطيكم الصحه. السلام عليكم. نشكركم على هذه الاستضافه، وماذا بينا لو كان يولوا يديروا هذا لي غالا انترناسيونال باش يبينوا لي بوكسور بلي عندنا في الجزائر، وكان الجمهور في القمه ما كناش حاسبين بلي غادي يكونوا الغاشي كيما هكا، يديروا لنا تحفيزات هكذا باش يكونوا عندنا لي بون جيت ان شاء الله نشرفوا الجزائر. عطينا كلمة مع الجمهور البارح، جمهور تاع ولاية برج بوريج. الجمهور يعني والله العظيم انا قلتها عدة مرات، والله ما شفت جمهور
أحن يعني والله صدقني ملي تخرج هو مبتسم وفرحان بنا كأن نورنا منه كأن نحن منه. أفتخر بهذا الجمهور البرج بوعريرج والله العظيم صدقني كي شتو وين ما خرجنا وين ما شفناه غير ابتسامة والضحك ويتمنوا لنا غير الخير والأدعية تاعهم ولما شجعونا يعني الدرجة اللي ما نتصوروهاش وزادوا كيش دخلنا للقاعة وشفناهم يعني والله العظيم أنا مشتاش حتى في ولايتي والله أفتخر بهم ونحبهم بزاف. أنا دروك راني كنت نحب يعني في الجماهير الأخرين شوية ولكن الجمهور البرج بعيد نحبهم 100% دروك.